بداية باسمي وباسم مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ وباسم الجمعية العمومية لمحامين ومحاميات كفر الشيخ، أتقدم بخالص التهنئة لمعالي السيد النقيب السيد الأستاذ عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأهنئ نفسي أولا وأهنئ سيادة النقيب قالتها الجمعية العمومية لمحامين كفر الشيخ، كلنا وراء النقيب عبد الحليم علام، وأيدته بالصندوق، وندعو الله العلي القدير أن يوفقه لما هو قادم. الحمل ثقيل عليك يا معالي النقيب، ولكن أنت لها ونحن من ورائك أنا ومجلسي والجمعية العمومية لمحامين كفر الشيخ وكافة الجمعية العمومية لمحامين مصر تدعم حضرتك، وندعو الله العلي القدير أن يوفقك لما هو قادم لما فيه مصلحة المحامين والمحاماة ورفعة مهنة المحاماة. وفقك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.